السلام عليكم غزالة ديالي، لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحضروا كونفيتور ديال لي زورونج او ديال التشين كيف ما شفتوا معايا، واحد الطريقه زوينه بزاف تيجي معلك وعاطي الطيبه ديال التشين بزاف. وغادي نستعمل فيه واحد المكون اللي تيستعملوا اصحاب المصانع بيان سور طبيعي، ماشي كيميك، تيخليه معلك وتيصبر لمده اطول. بطبيعة الحال غادي نحتاجو التشين او لي زورونج مغسولين مزيان لان تيكون فيهم كيفما تعرفو الضوا و لي برودوي كيميك. غادي نزول الزيست ديال لي زورونج ديالنا، غادي نحتفظو بيه. كيف ما شفتوا معايا الغزاله ديالي، زودت لو زيت ديال لي زورونج اللي عندي كاملين، وغادي نقشر التشين. غادي نزول القشره وغادي نزول ديك القشره البيضاء حتى هي باش ما تعطيناش المروره في الكونفيتور. غادي نحتفظ بلو زيست، من بعد غادي نغليه ونضيفه للكونفيتور. خليكم معايا لاخر مرحله غادي تشوفوا الطريقه كامله بالتفصيل. نحاول نقطع التشين طريفات صغار ونزول ديك القشره البيضاء. بعد ما قشرت الكميه كامله اللي عندي ديال التشي الغزاله ديالي، غادي نحاول نضيف السكر ونطيبو. غادي نحتفظ بلوزيست كيف ما قلت لكم، غادي نغليه بوحدو باش نزولو المروره، من بعد عاد غادي نزيدو في التشي. غادي نضيف التشي اللي عندي في الطنجره اللي غادي نطيب فيها الكمبيوتر. انا عندي هنايا 2 كيلو ديال التشي، غادي نضيف له تقريبا كيلو لاروب ديال السكر. بالنسبه اللي تيبغي حلاوه دائما يدير نصف ديال الكميه ديال الكونفيتور، يعني نص كميه ديال التشي عفوا. الا عندك 2 كيلو ديال التشي، غادي تضيف لها كيلو ديال السكر سنيده. وغادي نضيف كذلك المكون السري اللي قلت لكم في الاول، اللي كيعطي الكونفيتور ديالنا واحد التعليكه وكيدوم مده اطول، ما تيفسدش. غادي نحاول نخلط السكر سنيده مع التشين ونطيبو ونردو على البوطيطيب. احتفظت بشويش ديال السكر، من بعد غادي نضيف المكون اللي هضرت لكم عليه اللي هو البيكتين. البيكتين هو عباره عن جيليفيون، حتى هو بحال لاكاغاكا ولا الجيلاتين، غير هو من اصل نباتي يعني صحي وماشي كيميك، يعني ما فيش دي برودوي كيميك. هو اللي كيعطي ديك التعليكه للكونفيتور ديالنا وتيجي معلك وزوين وتيصبر لمده اطول. اي كونفيتور عندك بغيتي تحضري كضيف له ان ساشي ديال البيكتين، موجود كيتباع في المحلات التجاريه، خديته انا من كارفور. دابا غادي نحاول نغلي الزيست ديال لي زورونج ديالي باش نزولهم ديك المروره، من بعد غادي نضيفهم في الطنجره يطيبوا مع الكونفيتور. غادي نحاول كذلك نعقم القريعات ديالي اللي غادي ندير فيهم الكونفيتور، سواء كانوا جدادين او مستعملاهم يعني غادي يتغلاو باش يتعقموا باش ما يفسدناش الكونفيتور ديالنا.
كيف ما شفتوا معايا الطنجره بدات تغلي، غادي نحاول نحرك التشين هكذا على هذا الشكل باش يبدا يدخل الطياب. نحاول تكون النار مهيله شويه، ما تكونش مجهده بزاف. من بعد ما غلى الماء غادي نضيف له زيست باش يزول ديك المروره اللي فيه. كيف ما تشوفوا معايا لو زيست غلى المره الاولى، غادي نحاول نبدل الماء ونخليه يغلي المره الثانيه باش نضيفه للطنجره يطيب مع الكونفيتور. غادي نحاولوا نزولوا له ديك المروره تماما باش ما يبقاش يعطينا داك لوغو ديال المروره في الكونفيتور. كذلك غادي نعقم القريعات ديالي في واحد الطنجره او اناء على هذا الشكل. بعد ما غليت لو زيست المره الثانيه غادي نضيفو لا كونفيتور كيف ما تشوفوا، غادي نخلطو مع التشين ونخليه يطيب هكذا. ما بقاتش فيه المروره وغادي يجي عاطي المذاق ديال التشين مزيون في الكونفيتور. غادي كونسونطري لوغو ديال التشين. دابا غادي نضيف البيكتين كيف ما قلت لكم. غادي ندير ساشي في شويه ديال السكر وغادي نضيفو الكونفيتور. البيكتين حتى هو كنصايبو به لاباط فخوي، اللي كيبغيو يديروا الباطا فخوي كيديروها بالبيكتين كيف ما شفتوا. 100% فيجيتال يعني نباتي، ماشي من اصل حيواني. وفيه الطريقه كيفاش تستعمليه في لابواط، يعني موجود كيتباع. هاد الباكي هذا تيتباع في كارفور، يمكننا نستعملوه في لي طارت، في خويف، في لي كونفيتور، في اي حاجه كيتستعمل في بزاف ديال لي غوسيت. هذا هو الشكل ديالو. غادي نخلطو مع شويه ديال السكر وغادي نضيفو لا كونفيتور. بعد ما غلاو القريعات او لي بوكو ديالنا غادي نزولوهم ونخليهم يبردو. نتسناو يطيب الكونفيتور، غادي نعمروه في قريعات. كيف ما تشوفوا معايا لا كونفيتور بدات كتختر، يعني بدات تطيب. بواحد ميكسور بلونجون كيما تشوفوا غادي نحاول نطحن ديك الطريفات اللي كبار، ما نطحنش كلشي بزاف، غير شويش نخلي الكونفيتور فيه طريفات باينين، يعني باينين تيجي مزيون. واللي تيبغي يكون سائل غادي يطحنو مزيان وصافي، وغادي نخليه يزيد يعني يطيب يشرب ما يبقاش فيه الماء. هذا هو الشكل ديالو، دابا بدا يطيب يعني ما بقاش فيه الماء. كيف ما تشوفوا الطنجره تتبقى ما فيهاش الماء على هذا الشكل. الصراحه تيجي غزال والريحه ديالو دابا تعبتي قلب الدنيا. هذه هي التعليكه ديالو حيت ضفت له البيكتين، تيجي هكذا معلك وتيصبر لمده اطول، تعطي واحد النسمه غزاله فيه ديال التشين. هذا هو الشكل النهائي ديال لا كونفيتور ديال التشين. نتمنى ان تكون طريقتي عجبتكم وتجربوها وتخليوا لي دي كومونتير مزيونين. دابا غادي ندوز نعمرو في القريعات اللي عقمت ونحتفظ به. الى عجبتكم لا فيديو بارطاجيوها وخليوا لايك، واللي مازال ما اشتركش في القناه تيشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد ديالي. نتمنى ان الوصفات ديالي يكونوا ساهلين وفي المتناول.
هذا وشك النهائي ديال الكونفيتور اللي حضرت ديال التشين. غادي نحاول نلصق لي زيتيكات في القراعي تيجي المنظر ديالهم زيون. هاد لي زيتيكات خديتهم عند ايكيا مزيونين، فيهم هاد الشكل رقيق وهذا كبير. غادي نحاول نلصق هاد لي زيتيكات تعطي واحد المنظر مزيون، وحتى الا بغيتي تعطي هاد الكونفيتور في ميزون تعطيه للاصدقاء ديالك او العائله تيجي المنظر ديالو مزيون وانيق. نتمنى تكون عجبتكم هاد لا فيديو هاد لا روسيت، وتجربوا هاد لا كونفيتور تيجي مزيون بزاف ويعني طبيعي ومعمول في الدار. نتمنى ما نكونش طولت عليكم. الى وصفه جديده ان شاء الله. بسلام عليكم.